السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول إلى ترودانت مع أخينا إبراهيم. ألو السلام عليكم. سلام الله. كدار عن مرحب مبروك هذا ذكرى. حياك الله مولاي. أكرمك الله إبراهيم. هذه المرة هذه كانت تصل بكم وكانت تفرقكم على هذا البرنامج. حفظك الله ورعاك. شكركم أسيدي، إحنا من المتتبعين ذا البرامج ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. أكرمك الله مولاي. غنسولك عن مرحب بحال دابا في الدوار الناس كيتذكروا سما جديد وخويا ياكلوا فيه واش مزيان ياكلوا فيه ولا لا؟ اش كياكلوا؟ لا كنتذكروا سما جديد كيتجمعوا الناس كيتذكروا وين كياكلوا ما كيديروا الطعام وكياكلوا فيه واش مزيان ياكلوا فيه جديد ولا لا؟ في هذه المناسبة ديال الذكرى. لا عارف هذه المناسبة ديال الذكرى ديال المولد. نعم جميل، راه الغاية أن المساجد النبوية الشريفة كانت هكذا. المسجد النبوي الشريف في أول عهده كان هناك الصفة، مكان ظليل بالقرب من المسجد النبوي الشريف، كيتجمعوا الصحابة وكيكون الطعام، والغاية هو الاجتماع، لأن المسجد لم يكن يصلى فيه الصلاة ثم يغلق الأبواب. لم يكن هكذا المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدارس للتعليم، وكانت محاكم للنزاعات لفض النزاعات، وكانت عبارة عن مكان لعقد عقود الزواج والقران، وكانت أماكن لصلح المتخاصمين، وكانت أيضا أماكن لاستقبال الضيوف. فالمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها أدوار عظيمة وجليلة. في هذه المناسبة كنلقاو بعض الأقاليم المغربية اللي عندهم تقاليد رفيعة وأصيلة، في هذه المناسبة كيجيبوا الطعام للمسجد وكيجتمعوا العائلة كلها، اللي كانوا مخاصمين كيتصالحوا، واللي ما تشافوش من قبل كيتشافوا، وكتكون رحمة وفرحة وسرور، فهو أمر جائز بل محبب ومستحب. الله يتقبل من الناس المشرفين على هذا الأمر البديع. حفظك الله أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك قريباً. أهلا وسهلا ومرحبا. مبروك عليك الحج. الله يبارك لنا. أنا فرحانة بزاف اللي هضرت معك اليوم. الله يفرحك بدخول الجنة. أنا جات من إن شاء الله يقبط لي الخط نهار الاثنين ولا الأسبوع باش نهضر معك إن شاء الله. يا ربي يا كريم، مرحبا لنا. سي قريباً ممكن ناخذ نيميرو ديالك؟ هي مرحبا مرحبا. وحا شكرا. اكرمك الله لله، حفظك الله ورعاك. ونواصل مستمعي الافاضل هذه الجلسة الصباحية الطيبة في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بخلاصة بان العلماء الاجلاء الذين يقولون بان هذا الاحتفال لا يجوز، لهم من وجهة نظرهم نصيب عظيم من الصحة، فهم يريدون فقط تطهير السنة النبوية الشريفة من كل بدعة ومن كل دخيل. ولكن العلماء الذين يقولون بجواز الاحتفال في مثل هذه المناسبات التي أصبح فيها الدين غريب وطال الأمد على تعاليم الإسلام بين الأجيال اللاحقة وبين مصدر النبوة وفجر الإسلام، فأيضا لهم وجهة نظر سديدة وأكيدة وعملية جدا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.